عملت قبل كده معاكم بكبكة الفراخ، وجيت دور ان انا اعمل مبكبكة باللحمة. من ألذ وصفات المبكبكة اللي بحبها هي المبكبكة باللحمة، وصفة كده مليانة صوص ومشطشطة وطعمها فعلا حكاية، كبار وصغيرين بيحبوا الوصفة دي جدا جدا. اول حاجة المبكبكة بتتعمل بزيت زيتون، انا ما كانش عندي فحطيت زيت عادي في الحلة ونزلت عليه بصلتين وسط مفرومين في الكبة. مبكبكة اللحمة ما بتاخدش توم، بس انا بحب اضيف لها فصين من التوم المفرومين، بيعززوا طعمها كده وبينكهوا اللحمة حلو قوي. بضيف مكعبات اللحمة تتشوح مع البصل والثوم، وبديهم تقليبة كويسة ومبكبكة يعني فلفل حامي. هنزل نص قرن من الفلفل الحامي علشان يطلع كده كل الشطة اللي فيه والروايح بتاعته، وبضيف كمان قرن فلفل رومي وخمس طماطميات مضروبين في الكب، معلقة كبيرة من الصلصة، توابل المبكبكة، ملح، فلفل اسود، معلقة كبيرة من الكركم. بس كده هنسيب الطماطم تتسبك مع اللحمة على نار هادية، وده شكلها بعد ما اتسبكت. بنضيف مية ونخلي اللحمة تستوي وتكمل سواها. في اخر 10 دقايق من سوى اللحمه هنضيف ميه ونحط المكرونه الخواتم اللي هي الشكل التقليدي للمبكبكه، ونغطيها بالميه ونظبط الملح ونغطي ونهدي ونسيبها تستوي على نار هاديه، يعني 10 دقايق بالظبط وبتكون استوت، او ربع ساعه بالكتير. انا هنا بضيف فلفل حامي كمان عشان انا بحب الفلفل الحامي. 10 دقايق ربع ساعه بتلاقوها استوت وبتطلع بالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده. مش قادره اقول لكم بقى على ريحتها وجمالها وحلاوتها وطعمها الخطير، انتم بنفسكم لما تجربوها هتحبوا.